السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. بقى لنا كتير ما عملناش فيديوهات، بس يعني اعذروني، انتوا عارفين الشغل وكده. طيب انا هنا عشان زي ما قلت في البوست ان انا هشرح اهمية اليونت تيست، مش اليونت تيست نفسه، تمام؟ ده محتاج وقت، وقت كتير الصراحة، وتحضير شوية. فاعذروني، انا هشرح بس اهمية اليونت تيست في كيس ريل كيس حصلت معايا وانا شغال. طيب باختصار، ده فيو موديل عادي خالص، انا مش هشرح تفاصيل طبعا. فيو موديل في فانكشن رئيسيه بتجيب لي الداتا من الباك اند، و او بتنادي على الفانكشن بتاعت الداتا من الباك اند، وبتحولها لي زي ما هي، واضح من اسمها فيو ستيت، يعني الستيت اللي انا هعرضها في الفيو، تمام؟ لان انا في الباك اند انتوا عارفين انا مش محتاج كل الداتا، فبعمل لها مابنج او ترانسفورميشن للداتا اللي انا محتاجها اعرضها في الفيو، تمام؟ باختصار الفانكشن دي اسمها كرييت فيو ستيت، تمام؟ احنا طبعا بنستخدم هنا ار اكس سويفت، ما بنستخدمش كومباين لان البروجكت طبعا والشركه قديمه جدا قبل كومباين، فالمايجريشن هياخد وقت شويه. فاوريدي بيستخدموا ار اكس سويفت. الحاجه التانيه في اليونت تيست برضو سريعا انتوا هتبصوا عليها، بنستخدم فريم ورك اسمه كويك اند نيمبل، كويك اند نيمبل. ممكن ايه، ممكن ان شاء الله نحاول نعمل عليه كذا حلقة، بس في الكونتكست بتاع اليونت تيست عامة. زي ما قلت تاني، انا هنا بشرح اهمية اليونت تيست في ريل كيس حصلت معايا، ازاي ان اليونت تيست يقدر يبين لك ان اللوجيك بتاعك فيه مشكلة، حتى لو كان هو باين قدامك ان هو شغال واليو اي تمام والدنيا ما فيهاش مشكلة. طيب الفانكشن دي باختصار بتجيب الداتا من باك اند، ده سيجنال سنجل سوري من الليست اوف اي اي كونفرسيشن، دي الداتا اللي راجعه من الباك اند، داتا كتيره طبعا انا مش محتاجها كلها في الكيس دي، فبنادي عليها. وبعدين هو سنجل، فانا بحوله اوبزرفابل طبعا، علشان انا محتاج هنا اوبزرفابل، ما علينا برضو من التفاصيل. وبعدين بعمل له ماب، الماب ده للستيت، ستيت ده جينيريك انام عندنا، تمام؟ من السكسس داتا والايرور داتا. وبعدين ستارت لودنج، دي فانكشن موجوده في الار اكس، اوبريتور موجود في الار اكس يعني، تمام؟ برضو ما علينا من التفاصيل، معلش. انا هنا بعمل بي او سي لحاجه معينه، اللي هو اهميه اليونت تيست في الكود بتاعك في ريل كيس، مهمه جدا ان شاء الله تستفيدوا منها. المهم، وفي الاخر بعمل له مابنج، المابنج ده بعد ما الداتا جت بحوله بقى للفيو ستيت بتاعي. في هنا لاير تانية اسمها كونفرتر، فيها فانكشن بتكونفرت بقى للريل فيو ستيت بتاعي، ده السكسس، فيها 3 حالات طبعا، لودنج وفيلير وسكسس، ده السكسس ما علينا برضو. وفي الاخر لو في ايرور بتكاتش الايرور. طيب دي الفانكشن بتاعت الفيو موديل، المفروض ان هي شغاله. ازاي شغاله؟ انا لما هرن البروجكت هيقول لك ان هو شغال، لانه هيلود عادي ويجيب لك الداتا مظبوط، ما فيش اي مشاكل. لما جيت بقى ارن اليونت تيست هنشوف دلوقتي الايرور اللي ظهر، والموضوع بتاع الحلقه بتاعت النهارده او الفيديو. ماشي كده، السيميليتور ما علينا. تمام، انا هنا ده المفروض لما ادوس على ده هينادي الفيو موديل ويظهر اليو اي اللي انا عايزه، ادي الكارد، ظهر اللودنج تمام، وظهر هنا اليو اي مظبوط، الداتا مظبوطه جايه من الباك اند، مفيش اي مشكله. فالمنطق بيقول ان الفانكشن دي تمام وشغاله، لان اليو اي اشتغل تمام والريسبونس ما فيهوش اي مشكله. طيب لما نيجي بقى الفيو موديل ده، هرن اليونت تيست بتاعه هنا، ده ادي هرن اليونت تيست موديول. ممكن نروح لليونت تيست موديول، طبعا هيفيل اليونت تيست موديول زي ما قلنا. انا هنا انا عايز اتست الايه، الفيو موديل، وده المين فانكشن بتاعتي اللي اعمل لها تيست. فطبعا بدون دخول في تفاصيل اليونت تيست، احنا بنستخدم كويك اند نيمبل، وانا هرن الفيو موديل، برن الـ سوري هنا الديسكريبشن ده او ديسكرايب، دي حاجه في كويك اند نيمبل،
المفروض اتست ايه التلاتة كيسز بتوعي او التلاتة الستيت فيها اللودينج ماشي. ما علينا، هو حصل فيلير زي ما انا قلت لكم في دول، هوريكم دلوقتي. بس انا سريعا انا بعمل ايه، انا بتست هنا الموديل كله تمام، بتست التلاتة كونتكست بتوعي. الكونتكست الاولاني اللودينج مفيش فيه مشكلة، الكونتكست التاني السكسس اهي، وين يوز كيس ريتيرن كونفرزيشن سكسسفولي. انا زي ما وريتكم دي الاي اي كونفرزيشن، ده موك داتا طبعا راجع من الباك اند، ف وده موك برضو بدون دخول في تفاصيل. وبعدين ات ده الاكسبكتيشن، زي الناس اللي بتكتب يونت تيست بالاكس سي تيست فريم ورك، ده الاكسبكتيشن. ات اكسبكتس ايه بقى؟ ان الداتا ستيت ايمت ذا كوريكت ستيت ويز كونفرزيشن، اللي هي دي بقى الداتا اللي انا محتاجها. فانا هنا عملت باس لليست من اتنين اي اي كونفرزيشن، اري في اتنين يعني، المفروض يرجع لي برضو اري في اتنين ماشي. والاري ده سكسس ستيت، بس هنا حصل ايرور. ليه؟ مع ان اليو اي شغال كويس. طبعا الايرور هنا ممكن يبقى قد ده مرتين ثلاثه، فانت مش هتقرا كل السطر ده وتطلع المشكله فين، لان هو باختصار بيقول لك انت ده طبعا اسم التيست اللي هو ده اللي هو ده when use case return conversation successfully تمام اهي، when use case return conversation successfully emits. انت بتكتب هنا descriptive تمام اوكي، expected to equal كذا بس got كذا. طب انا مش لاقي الكلام ده، ففي موقع تاني بتاخد فيه الايرور، الموقع ده اسمه، ممكن اسيب اللينك بتاعه في الكود، اسمه ديف تشيكر. بتحط فيه انت اي هنا سترينج وتسيرش على كلمة جت تمام، فين جت اهي، جت دي اللي هو الاوتبوت اللي ظهر، اللي المفروض من اليونت تيست. انا بشيل بس كلمة جت لان ده وهشيل هنا، انا مش محتاج ده، انا محتاج بس الايه، مش محتاج الديسكريبشن. واعمل فايند ديفرنس، فايند ديفرنس يعني انا مثلا لو هنا، لو انت شايف هنا مثلا اون تاب دي اخر حاجه اوكي، لو مرجع مثلا ترو هنا، لو مرجع مثلا ترو وعملت كده فاين ديفرنس، خلينا نعمل في واحده تانية بعيد عندي شويه عشان اوريكم بس الفرق. لو انا السب تايتل ده تايتل هنا مثلا، الفانكشن دي خليتها ترجع ترو وعملت فايند ديفرنس، المفروض اهو بص هنا كده بيعلم لك عليها بالاحمر على الشمال، هنا بيقول لك ترو بس ده الاكسبكتد، وهنا الايه الاوتبوت فولس. فهو باختصار الموقع ده بيبين لك الديفرنس ما بين السترنجات يعني تمام، عشان ما تقعدش تقرا وتمع عينيك في حاجه انت مش هتعرف تطلعها. فلو انت مثلا هنا كاتب ترو وهنا فولس، فانت خلاص عرفت ان الاكسبكت ترو بس ريتيرن فولت، فتروح بقى ايه تشوف اللوجيك بتاعك او انت ايه الموك ديتا بتاعتك انت مبسيها ازاي، وانت هتعرف. لو انت مثلا هنا كاتب برضو حاجة تانية، لو انت كاتب الليفل هنا ادفانسد او كده مثلا، دي الموك ديتا وانت غلطت هيقول لك او ادفانسد بالاحمر ويعلم لك عليها تمام. طيب فاحنا بس نرجع في الديتا هنا، مش ده الموضوع لان الايرور ما كانش كده تمام. فاين ديفرنس، بص بقى الايرور ايه اللي حصل هنا، انا باكسبكت ايه، انا بصيت الداتا وعملت وناديت هنا الكونفرتر الموك طبعا وهنا باكسبكت الايه، ان الداتا تكون حصل لها كونفيرت. طب ليه ضرب ايرور وانا باكسبكت ان هي في السكسس، لان انا عندي ثلاثة كيسز، ثلاثة ستيت لودنج وسكسس وفيلير. السكسس تمام مفيش مشكلة في السكسس، بس او هنشوف دلوقتي الايرور. لو انت بصيت هنا هتلاقي مفيش اي اختلاف ما بين ده اللي على الشمال واليمين، بس في حاجة هنا غريبة قوي، انه ظهر سكسس ستيت تاني، يعني دي الشمال اللي هو الانبوت هو نفسه اليمين الاوتبوت، بس مع كمان سكسس ستيت زيادة. ده معناه ايه؟ ده معناه باختصار ان انا المفروض ان الايكوال الاكسبكتد هنا بتاعي الاوبزرفر يكون فيه كمان سكسس ستيت ده كده يعني.
هو عايز يقول لك كده، لو انا حطيت كوما سكسس كمان هنا ورنيت التيست، الايه التيست كيس دي هتعدي. بس طبعا ده مش المفروض يحصل، بس انا بوري لك ان ايه علشان لو الناس مش عارفه تقرا الكلام ده كويس، هنا الكود هيبقى اسهل. المفروض ان التيست كيس دي هتعدي، تمام كده التيست كيس عدت. ده معناه ايه؟ ان الانبوت تمام اهو والاوتبوت تمام، بس المشكله هنا في السكسس ستيت اتكررت مرتين. يعني الاوتبوت عندي بقى اري، المفروض اري لان ده يونت تيست الار اكس واوبزرفر وايفنت وحاجات، فبدون دخول في التفاصيل المفروض الاري هنا في سكسس ستيت واحده، تمام صح، لان يظهر لك سكسس ستيت واحده ما يظهرش اتنين سكسس ستيت. طب ليه هنا ظهر اتنين سكسس ستيت؟ يبقى في مشكله في الاوبزرفر عندي وانا محتاج اعالجها، مع ان زي ما قلت لكم اليو اي هنا مظبوط ما حصلش فيه اي مشكله. لو انا رنيت الابلكيشن تاني كده اليو اي مظبوط ما حصلش اي مشكله ولا لاجن، ومع ذلك التست كيس فايل وجاب لي مشكله في اللوجيك عندي اهو، تمام اني سوري تمام ده مش تبعنا، وجاب لي ايه مشكله في اللوجيك ان انا ظهر لي تو سكسس ستيت بدل سكسس واحده اللي هي الاكسبكتد. فببساطه انا هنا بعمل ايه؟ برجع للوجيك بتاعي وتشيك اللوجيك هنا ايه المشكله. طبعا انا كنت حلتها بس انا ايه شلتها هنا. هنا انا عندي سنجل حولته لاوبزرفر وبعدين عملت عليه ماب وعملت الكلام ده كله تمام زي ما انا قلت زي ما انا قلت. بس الفكره انه انت ممكن هنا السنجل او الاوبزرفر يقيمت الداتا مرتين، ده اوبزرفر ممكن مثلا الداتا يحصل لها ايمت مرتين. ايمت يعني الناس اللي هي ما تعرفش ار اكس، انت عندك اوبزرفر وبيقيمت داتا تمام، فهنا الواضح ان الاوبزرفر ده عمل ايمت للداتا مرتين بدليل ان اليونت تيست فايل وقال لك ان في اتنين سكسس ستيت في الاري اهو تمام. فدي حلها ايه؟ حلها ببساطه جدا ان انا تضيف هنا اوبريتور في الار اكس سويفت اسمه ايه distinct until change. ده بيعمل ايه؟ نروح شات جي بي تي نسال، انا كنت هنا مجهز السؤال انا عارف طبعا بس انا عشان اوريكم distinct until change ده اوبريتور قلت له explain with example in RxSwift. هو بيقول لك ايه؟ ال distinct until change دي operator is used to prevent the emission of duplicate values. يعني ايه؟ يعني بيمنع انه يحصل emit الاوبزرفر يعمل emit ل duplicate values. This means it only passes along values that are different from the previous values. يعني ايه؟ يعني لما بيحصل event هنا انا ناديت هنا على ال API تمام جابت لي الداتا، لو حصل فيها تغيير والداتا رجعت متغيره الفانكشن دي هتعديها، ما حصلش يعني الداتا اتكررت الفانكشن دي مش هتعديها وهترجع لك واحده بس من الفاليوز. عشان كده انا لما شلتها ورنيت اليو اي ما حصلش مشكله عادي، لان اليو اي كده كده هي هتظهر الداتا مره واحده تمام. لكن في اليونت تيست قال لي ان انا عندي اتنين ستيت، يعني اتنين ايمتس اتنين ايفنتس ظهروا اللي هو دوت ساكسس ودوت ساكسس، فانا استخدمت الاوبريتور ده حلل المشكله. فكده لو انت بصيت حتى على اكزامبل هنا عندك ايه اوبزرفر 1 1 2 2 3 1 1 كذا، لو انت عملت الميثود رنتها وعملت سبسكرايب ايه الاوتبوت 1 2 3 هيشيل لك المتكررات، يعني الواحد الاولاني ده الايفنت الاولاني او الفاليو الاولاني بعدين الفاليو الثاني متكرره فشلها تمام، وهو ده اللي انا عايزه بالظبط. فده بروف اوف كونسبت ان اليونت تيست مهم، ان مع ان اللوجيك بتاعي كان مظبوط قبل الفانكشن دي وانا رنيت اليو اي طلع مظبوط والكونفرشن في السطر ده تمام مظبوط وكل حاجه تمام واللودنج والايرور ستيت كله شغال، ومع ذلك اللوجيك بتاعي كان فيه مشكله ان الايه ان الايفنت بتاعي ممكن يتكرر مرتين وده ما بانش غير في اليونت تيست تمام. فانا كده لو حطيت الفانكشن دي او الاوبريتور ده ورحت هناك في الايرور، طبعا انا هشيل ايه؟ هشيل ده، انا كنت حاططها بس كده عشان اثبت لك بدل ما تبص هنا على وما تفهمش، لان بص لو بصيت هنا في السطر الاولاني هتلاقي سكسس
وكوما ساكسس، يعني ده ايفنت اتكرر مرتين. تمام، ده ايفنت اتكرر مرتين، فانا بس حبيت احطه لك في الكود هنا عشان تعرف. فانا هشيل هنا الكود ده، وبرضو في الايرور هنا ستيت، لو انت بصيت على الايرور برضو سريعا كوما، لو انا رحت هنا find difference وتسيرش على كلمة جات، لو انت مش لاقيها تمام، ده اللي مفروض انت متوقعه. واحط هنا، اشيل بس، انا بشيل الايه سترنجات اللي ملهاش لازمة، لان هو بيقارن لك بين سترنج وسترنج، وده برضو ملوش لازمة. expected equal find، ايه اللي حصل؟ هتلاقي فيلير ستيت واتكررت كوما فيلير ستيت برضو هنا في السطر التالت ده، فيلير ستيت يعني الستيت اتكررت مرتين، فمعنى ذلك حصل ايمت للايفنت مرتين. فلو رنيت انا بعد ما حطيت الفانكشن او الاوبريتور ده تمام، اللي هو بيفلتر الايفنتس، بيشوف لو الايفنت متكرر يشيله، المفروض انا هرن تاني عشان اشوف اليو اي، مش هلاقي فيه اختلاف. بس لما رن اليونت تيست، اليونت تيست هاي سكسس، وده زي ما قلت بيوضح أهمية اليونت تيست في إنه يعدل لك اللوجيك بتاعك أو يكتشف لو في مشكلة في اللوجيك بتاعك. تمام، أنا رنيت اليو أي، ممكن إن شاء الله بس تدعوا كده إنه يكون في وقت ونعمل، بفكر أعمل كذا حلقة عن اليونت تيست نشرح فيه يونت تيست، بس نعمله نظام إن حد يكون عنده بروجكت صغير ونعمل له يونت تيست من الأول. تمام، ده اليو اي ما فيهوش مشكله. هنا في المانيا النت سريع شويه، فمش هتلاقي اللودنج ستيت. طيب تمام، لو انا رحت رنيت اليونت تيست هنا اهو، تمام هاي سكسس. وزي ما انتم عارفين سريعا اليونت تيست مش بتشيك ريل داتا، انت بتبصيله موك داتا وبتكسبكت موك داتا، وكل فانكشن في النص او كل لاير في النص لازم تبقى موك، لان انا شفت حد هنا ربنا يكرمه وكان قصده خير من فتره كده شرح يونت تيست على اليوتيوب، بس هو للاسف شرحه غلط. هو كان بيتست الامو فاير وبيباصي الالامو فاير في اليونت تيست هنا موديول. اليونت تيست لا، المفروض يشتغل على موك داتا مش على ريل داتا. تمام، هنا باست كل حاجه تمام، ده تاني بيبين. لو في اسئله في الكومنتات، لو انت حد مش فاهم حاجه يا ريت تسالني. انا هنا مش بشرح يونت تيست، انا بشرح اهميه اليونت تيست، وانا وريتكم اكزامبل عملي او ريل اكزامبل ظهر قدامي لما انا كنت شغال على اللاير دي. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، وهسيب لكم اللينك الموقع اللي هو ده ديف تشيكر، لو حد بيكتب يونت تيست هيفيده كتير يعني. شكرا، اشوفكم على خير.